السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الابتدائي. النهاردة هنعرف حرف جديد من حروف الهجاء. زي ما تعودنا هنسمع قصة صغيرة من خلالها هنقدر نتعرف على الحرف اللي معانا النهاردة. قصة بتقول: نور بنت جميلة تشرب اللبن كل يوم، أخذتها والدتها للتسوق وفي الطريق شاهدت نحلة جميلة، ثم أحضرت لها والدتها فستان جديد وعلبة ألوان. طيب، من خلال القصة عايزين نعرف الكلمات اللي معانا. أنا بقول نور، وقلت كمان تشرب إيه؟ برافو، لبن. وقلت إن هي شافت إيه؟ نحلة. ممتازين. وقلت ان مامتها اشترت لها فستان وعلبة ايه؟ الوان. طيب، عايزة اشوف ايه الحرف اللي اتكرر معايا في كل الكلمات. هلاقي حرف الايه؟ ركز، هتلاقي فيه حرف مشترك في كل الكلمات، هو حرف الايه؟ برافو، حرف النون. حرف النون. طيب، بعد ما عرفنا الحرف عايزين نعرف أشكال الحرف. شكل الحرف عامل ازاي؟ في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. طيب، اتفقنا مع بعض قبل كده يا سنة أولى وقلنا إن الحرف في أول الكلمة بيبقى مادة ذراعه واحد بس، وفي وسط الكلمة بيبقى مادة ذراعه الاتنين، وفي آخر الكلمة بيبقى قافل على نفسه. يعني إيه؟ يعني مش بياخد حاجة وراه، هو آخر حرف في الكلمة. طيب، عشان نتعلم إزاي نكتب حرف النون، زي ما قلنا حرف النون في أول الكلمة هيبقى مادة ذراعه واحد بس، وفي وسط الكلمة هيعمل ازاي؟ هيبقى مادة ذراعه الاتنين، وفي آخر الكلمة لو الحرف اللي قبله مش من الحروف الرافضة هيمسك في اللي قبله عادي، ولكن لو الحرف اللي قبله من الحروف الرافضة هيقف لوحده مش هيمسك في اللي قبله. طيب، عايزين نعرف كلمات على أشكال الحرف. في أول الكلمة زي كلمة ايه؟ برافو، زي كلمة نحلة. طيب، وفي وسط الكلمة زي كلمة شاطرين، زي كلمة بنتو. طيب، وفي آخر الكلمة زي كلمة شاطرين، لبنو. وكلمة كمان ايه؟ كلمة لسانو. شاطرين يا سنة أولى. طيب، أنا عايزة أشوف تاني شكل الحرف في أول الكلمة. كلمة نحلة، شفت حرف النون عامل إزاي؟ فارد دراعه واحد بس. ليه؟ عشان جه في أول الكلمة. إنما في كلمة بنتو حرف النون عمل إزاي؟ جه في وسط الكلمة ففارد دراعه إيه؟ الاتنين. طيب، وحرف النون في آخر الكلمة زي ما قلنا لو الحرف اللي قبله مش من الحروف الرافضة بيعمل ايه؟ بيمسك في اللي قبله عادي. طب لو حرف النون الحرف اللي قبله من الحروف الرافضة يعمل ايه؟ يقف لوحده. وزي ما قلنا الحروف الرافضة بتقول اللي وراها ايه؟ بتقول اللي وراها ما تمسكش فيا، اقف جنبي بس. بتقول له ايه؟ ما تمسكش فيا، اقف جنبي بس. طيب، بعد كده هنعرف ايه؟ هنعرف الحركات القصيرة مع حرف النون. طيب، يعني ايه حركات قصيرة؟ يعني الفتحة والكسرة والضمة. لما يكون عندي النون عليها فتحة انطق واقول نا. طيب، لما يكون تحتها كسرة هنطق واقول ني. لو عليها ضمة هنطق واقول نو. طيب يا مس، انا عايز كلمة. لو النون عليها فتحة زي كلمة ايه؟ برافو، زي كلمة نملو.
طيب لو تحتها كسرة زي كلمة شاطرين، زي كلمة نسرو. طيب لو عليها ضمة زي كلمة برافو، زي كلمة نجومو. طيب تعالى نحلل الكلمات اللي معانا. أول كلمة عندي هي كلمة إيه؟ كلمة نملو. طيب سمعني كده، قاعدة التحليل كانت بتقول المد مع الممدود والساكن مع اللي قبله والمتحرك يقعد لوحده. طيب أنا عندي الميم عليها إيه؟ عليها سكون، يبقى هتبقى مع مين؟ مع الحرف اللي قبلها، هتبقى إيه؟ هيبقى نم. طب واللام يا مس؟ دي حرف متحرك. يعني ايه حرف متحرك؟ زي ما قلنا يعني عليه حركة، سواء كان فتحة او كسرة او ضمة. يبقى هنقول نم، النون مع الميم عشان الميم عليها سكون والحرف الساكن مع اللي قبله، واللام لوحدها عشان حرف متحرك. طيب كلمة نسرو لما نيجي نحللها برضو هلاقي حرف ساكن، يبقى ايه؟ الساكن مع اللي قبله، يبقى النون والسين مع بعض والراء حرف متحرك، يبقى ايه؟ يبقى لوحده. طب كلمة نجومو، يبقى النون حرف متحرك وبعدين عندي نجو، عندي مد بالواو. طيب المد الحرف اللي قبله اللي هو الجيم اسمه الحرف الممدود، اسمه ايه؟ الحرف الممدود. طيب في قاعدة التحليل بقول المد مع الممدود اللي هو قبله، يبقى الجيم مع المد بالواو يبقى نجو. طب والميم يا مس؟ دي حرف ايه؟ متحرك يقف ايه؟ لوحده. طيب بعد كده هناخد ايه؟ هناخد السكون مع حرف النون. عايزة كلمة يكون عليها سكون. طيب حرف النون عشان اخد معاه السكون ما ينفعش يجي في اول الكلمة. ليه؟ لان السكون ما ينفعش يتنطق لوحده، لازم حرف يشده معاه. طيب تعال نشوف زي كلمة ايه كده؟ ها حد يعرف؟ برافو، زي كلمة مهندسو، زي كلمة مهندسو. طيب الكلمة ديت حد يعرف يحللها معايا؟ اه يا مس كلنا نعرف زي ما قلتلنا. اول حاجة كده بصيلي على حرف النون شكله فين؟ في وسط الكلمة، عامل ازاي؟ مدد ذراعه الاتنين. طب تعال نحلل. لما اجي هحلل هلاقي حرف الميم عليه ضمة، يبقى حرف ايه؟ حرف متحرك. هيعمل ايه في التحليل؟ هيقف لوحده. طيب مو ها، برضو الهاء حرف متحرك، هيعمل ايه؟ هيقف لوحده. طيب لحد كده انت غلطان ولا مش غلطان؟ طب نكمل يا مس. عندي حرف الايه؟ النون، عليه ايه؟ عليه سكون. اه ده انت قلتيلي يا مس ان الساكن بيبقى مع اللي قبله، يبقى هنا هنعمل ايه؟ يبقى حرف الهاء معاه حرف الايه؟ النون. ليه؟ عشان الساكن مع اللي قبله. طيب مهندي، يبقى الدال ايه؟ حرف متحرك يقف لوحده. مهندسو، مهندسو، السين حرف متحرك برضو هيقف ايه؟ هيقف لوحده. ممتازين يا سنة أولى. طيب تعالى بقى احنا دلوقتي هنطبق على اللي احنا خدناه. مديني مجموعة حروف وبيقول لي كون كلمات من الحروف التالية. عايزني أكون كلمات من الحروف اللي هو مديهالي، عايز أربع كلمات. ها مين شاطر يحل معايا؟ لو بدأنا بحرف اللام، ها لو بدأنا بحرف اللام هيطلع لي كم كلمة؟ تعالى نبدأ كده. لو قلت لي سام،
نو. برافو. طب لو برضو بحرف اللام ممكن اجيب كلمة ايه كمان؟ ها شاطرين، كلمة لبنو. برافو. طيب حد يعرف يقول لي كلمة كمان؟ ها شاطرين يا سنة أولى، لو بدأنا بحرف النون هنكون كلمة نسرو. هنكون كلمة ايه؟ نسرو. طب لو بدأنا برضو بحرف النون نكون ايه؟ برافو شاطرين، كلمة نملو. طيب التمرين اللي بعده بيقول لي اكمل الكلمات التالية بصوت الحرف المحذوف. مديني نقط ومي رو، هيبقى كلمة ايه؟ برافو كلمة نميرو. طيب النون هنا في اول الكلمة هتبقى عاملة ازاي؟ فردة دراعها واحد بس. طيب الكلمة اللي بعدها بتقول موها ونقط ودي سو، الحرف الناقص هيبقى حرف الايه؟ دي كلمة ايه دي؟ شاطرين، كلمة موهن دي سو. يبقى الحرف اللي ناقص حرف النون وموجود فين؟ في وسط الكلمة، يبقى عامل ازاي؟ فارد دراعه الاتنين. طيب الكلمة التانية بتقول نقط وسو رو، يبقى ايه؟ يبقى نس رو، تبقى نس رو. طيب الكلمة اللي بعدها بتقول نقط و هاء عليها سكون ورو، هيبقى كلمة برافو نه رو. طيب اللي بعدها فستا، ناقص لها ايه؟ فستا نو. برافو. طيب اخر كلمة نقط جو مو، هتبقى كلمة نو جو مو. طيب التمرين اللي بعده بيقول لي اكتب الحرف الناقص مكان النقط مع الضبط. خلي بالك مع الضبط ان انت هنا هتحط على الحرف الحركة بتاعته. هنا بيقول لي لي مو، ها ناقصها حرف. برافو لي مو نو. طيب بعدها كلمة ايه؟ بي وتو، تبقى كلمة بن تو. طيب اخر كلمة كلمة لسا، تبقى ناقص لها حرف. برافو حرف النون. ومنساش الحركة اللي على الحرف عشان هي دي ايه؟ الضبط. طيب خلي بالك ان حرف النون هنا ممسكش في حرف الواو عشان الواو من الحروف الرافضة، وكذلك حرف النون هنا، لكن حرف النون هنا جه في وسط الكلمة عامل ازاي؟ مدد دراعه الاتنين. طيب بعد كده تعال نشوف هنحلل ازاي الكلمات. طيب عندي اول كلمة كلمة ايه؟ كلمة ليمونو. طيب ليمون عندي الياء عليها ايه؟ سكون، وفي قاعدة التحليل بقول الساكن مع اللي قبله، يبقى لي لي مو، يبقى المد مع الممدود اللي قبله اللي هو حرف الميم. لي مو، والنون دي حرف متحرك يقعد لوحده. طيب كلمة اللي بعدها بتقول لبانو. طيب هحللها ازاي؟ دي كلها يا مثل الحروف اللي فيها حروف متحركة، كل حرف عليه حركة، يبقى اللام لوحدها والباء لوحدها والنون برضو لوحدها. طيب عندي كلمة بنتو، لما اجي احللها احللها ازاي؟ عندي النون عليها ايه؟ سكون، يبقى الساكن مع اللي قبله، يبقى
الباء والنون مع بعض والتاء حرف متحرك يقعد ايه لوحده. كلمة اللي بعدها كلمة نسرو، يبقى النون تحتها كسرة مع مين؟ مع السين، عشان السين عليها سكون والساكن بيبقى مع اللي قبله. طيب يبقى نس والراء لوحدها عشان حرف متحرك. الكلمة اللي بعدها كلمة ايه؟ نميرو، نا، يبقى ده حركة حرف متحرك يقعد لوحده. نا مي، يبقى برضو حرف متحرك يقعد لوحده، والرو تقف لوحدها. طيب أنفو، النون هنا عليها ايه؟ عليها سكون، يبقى تقف مع الحرف اللي قبلها، الساكن مع اللي قبله. أنفو حرف المتحرك يقف لوحده. طيب كلمة فستانو، عندي هنا الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود، وقلت الممدود هو الحرف اللي قبل المد، يبقى فس الساكن مع اللي قبله، تا المد مع الممدود، ده المد وحرف التاء هو الممدود، والنون حرف متحرك يقعد لوحده. وآخر كلمة كلمة إيه؟ نم، الساكن مع اللي قبله والمتحرك يقعد لوحده. بكده يا سنة أولى نكون خلصنا حرف النون. شكرا لكم يا سنة أولى.